أخيرا شيخ صالح، من هو المفتي الذي تؤهلونه للفتوى؟ المفتي من توفرت فيه شروط الفتوى، وهي أن يكون ملما بالعلم وملما بالأدلة من الكتاب والسنة، وملما أيضا بقواعد الاستنباط من الكتاب والسنة، وأن يكون عارفا أيضا بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وأن يكون كذلك عالما باللغة العربية وقواعدها التي نزل بها القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا في العالم الذي يستنبط الأحكام. وأما العالم الذي يحفظ أقوال أهل العلم ولا يستطيع استنباط الأحكام ولا تتوفر فيه شروط الاستنباط، فهذا عليه أن يرجح من أقوال أهل العلم ما يرى أنه الراجح ويفتي به، يختار من أقوال أهل العلم ما يرى أنه أقرب إلى الدليل ويفتي به، وهذا ما يسمونه بمجتهد المذهب. والأول يسمونه المجتهد المطلق، وهذا مجتهد المذهب وهو الذي يرجح بين أقوال أهل العلم ويأخذ ما تبين له أنه أسعد بالدليل وأقرب إلى الدليل. وهذا النوع الأخير قد يكون متوفرا ولله الحمد، أما النوع الأول فهو نادر أو قليل أو أنه غير موجود. نعم.